نحن الآن على الخطوط الأمامية من جبهة موريك. معنا الحج حازم قائد لواء مجاهدي حما. حجي بس إذا بتحكي لنا عن الوضع الميداني بموريك. بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل صلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفضل لله والعزة والمن لله عز وجل. مبارحة تم دحر الجيش الأسدي والذي كان يملك قوة هائلة لا يقل عن 6 دبابات وبي ام بي، والفضل لله عز وجل تم أعطاب 3 دبابات الفضل لله تعالى ودحر الجيش وقتل عدد كبير منهم الحمد لله رب العالمين. وبالنسبة لوضع الجبهة الفضل لله، الفضل لله نحن والفصائل الموجودة مسيطرين سيطرة كاملة على الوضع، والجيش لا يملك سوى 5% من مورك فقط. وإن شاء الله تعالى عن قريب ستسمعون أخبار سارة، سندحرهم بإذن الله خارج مورك نهائيا والتقدم إلى أمام بإذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين. طيب هل هناك إحصائية لعدد العساكر أو الدبابات اللي دمرت مورك؟ الحمد لله رب العالمين، بار هي تم أعطاب 3 دبابات الفضل لله، واحدة شرق الطريق وثلاثة هون الفضل لله جنوب شرق الطريق بالنقطة الأولى الحمد لله رب العالمين. وقتل فضل الله عدد كبير من شبيحة الأسد الحمد لله رب العالمين. الله يجزيكم خير حاج حازم، أنتوا إن شاء الله لكم الكلمة، أنتوا الموجودين على الأرض. الحمد لله، نرجو من الله الثبات، نرجو من الله الثبات، نرجو من الله الثبات، والله لا نرجو من الله إلا الثبات الفضل الله تعالى. وإن شاء الله سندحرهم بإذن الله ولم يقوم بتقدم الخطوة واحدة بإذن الله، ونحن إن شاء الله إلى الأمام بإذن الله وليس إلى الخلف بإذن الله. إن شاء الله، إن شاء الله يتقبل شهداءكم ويشكركم إن شاء الله ويأجركم على عملكم. يعطيك العافية حاج حازم. الله كل خير للمسلمين يا رب.